استاذنا الاستاذ وليد فرج، المذيع الكبير طبعا واللامع في القنوات الرياضيه السعوديه، بيقول لك يعني كعب الاتحاد السعودي بره. انا هتكلم في كل حاجه النهارده بالمناسبه، لازم نتكلم في كل حاجه طبيعي لانه مهم. طبيعي يقول لك اصله كعب الاتحاد الجده السعودي عالي. هو مفيش حاجه اسمها في كره القدم، ما اعرفش بقى، حضرتك قول لي برضه. بوجهه نظري انه ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها كعب عالي وكعب واطي وكيك على العالي وكيك على الواطي. والكلام اللي بيتقال ده الحقيقه انا بشوف ان هو كلام الغرض منه مغازله جمهور اتحاد جده. وجهه نظري على فكره، انا بحب جمهور اتحاد جده جدا، انا اسلام بحب اتحاد جده جدا جدا جدا، لان انا لعبت فيه 5 6 شهور وخدت بطولات كثيره في 5 6 شهور دول، خدت 3 4 بطولات، وبالتالي انا بحب هذا الجمهور اللي فاكرني لغايه دلوقتي. ولكن عندما تتكلم عن النادي الاهلي يجب ان تعلم ان النادي الاهلي هو الافضل في افريقيا، زي ما نادي اتحاد جده هو الافضل في اسيا. انا بعتبر ان نادي اتحاد جده هو الافضل هي في لغه اسيا. الاحترام لازم تكون متواجده، يعني بغض النظر عن قيمه المباراه نفسها. طبعا كل التقدير لنادي الاتحاد، طبعا نادي طبعا الاتحاد السعودي نادي كبير وجماهيره جماهير عظيمه. لغه الاحترام لازم تكون موجوده.